قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى موسكو كان بسبب جدول أعماله، مشيرا إلى أن الاجتماعات في سوتشي سوف تتم، إذ يلتقي بومبيو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الغد. عبر سكايب من موسكو المحلل السياسي الروسي أندريا أنتيكوف. أهلا بك سيد أنتيكوف. أولا يعني ما هو أهم ما ستحمله محادثات بوتين وبومبيو؟ أنا أعتقد أن أهمية هنا خاصة بسبب أن هذه الزيارة تدل إلى أن هناك استمرار في التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن كل الصعوبات في العلاقات الثنائية بين البلدين. فلذلك طبعا هناك العديد من الخلافات بين موسكو وواشنطن، هناك البرنامج النووي الإيراني، هناك سوريا، هناك فنزويلا، مسائل الأخرى أوكرانيا حتى، ولكن هناك استمرار في التنسيق ولكن ليس أكثر. بسبب أنا شخصيا لست متفائلا بخصوص النتائج هذه الزيارة، بسبب أن هناك مشاكل داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وأنا أخشى أن كل الاتفاقيات أو حتى التفاهمات المحتملة ما بين طرفين هي ستنعكس سلبيا على مصير السياسي داخل أمريكا. أنا أقصد يعني الاتهامات الجديدة تجاه دونالد ترامب بأنه قبل أن نصل يعني إلى هذا الشأن الأمريكي الداخلي، لكن سيد أنتيكوف ذكرت عددا من القضايا العالقة أو الخلافية بين واشنطن وموسكو. لو تحدثنا عن الملف الإيراني، قبل قليل كان هناك تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال فيها إن لإيران الحق في الانسحاب من بعض يعني من جزء من الاتفاق النووي، وهذا يأتي في ظل الاجتماع المنعقد حاليا في بروكسل، وهذه نقطة خلافية بين واشنطن وموسكو. صحيح، ولكن موسكو لا تتراجع عن موقفها بسبب هناك الخلافات الجذرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني. أمريكا انسحبت وتفرض العقوبات الجديدة على طهران، في نفس الوقت موسكو تدعم يعني إيران حتى معنويا اقتصاديا وتصر على الحفاظ على هذه الاتفاقية. يعني أنا شخصيا لا أرى حتى الآن أي مجال لحل هذا النزاع بين الدولتين للأسف الشديد، ولكن كما ذكرت النقطة الإيجابية هي استمرار التنسيق بين البلدين. طيب سيد أنتيكوف، هل ستبدأ يعني عمليا في هذه المحادثات سيحدد ربما موعد للقاء ترامب بوتين خلال ربما قمم دولية مقبلة أو خلال الأشهر المقبلة؟ نرجو ذلك، خاصة أن على ما يبدو اليوم صحيفة كوميرسانتا الروسية نقلت عن خبر مهم جدا، وهو أن واشنطن دعت روسيا إلى انعقاد مثل هذا اللقاء، أنا أقصد بين بوتين وترامب، ولكن هذا الخبر كان مبنيا على مصدر الدبلوماسي الأمريكي الذي رفض كشف عن اسمه أو هويته. فلذلك نحن لا نعلم صحة هذه المعلومات هذا الخبر، ولكن هذا الخبر موجود وكلنا نرجو هذا اللقاء، بسبب أن اللقاء الشخصي طبعا سيسمح لبلدين ليحل بعض الصعوبات في العلاقات الثنائية وحتى على مستوى الإقليمي والدولي. أشكرك جزيل الشكر السيد أندريه أنتيكوف المحلل السياسي الروسي.